انا فرقة تانية تربية نوعية قسم اعلام تربة وطالعة بتقدير بس مش حباها خالص. حاولت مش عارفة، كان نفسي في صيدلة بس مش عارفة انسى، قلت خلاص هدخل تجارة انجليش حباها واشتغل على نفسي، خفت تقليل الاغتراب ما يتقبلش فما كتبتش، ندمان عاوز احول واضيع سنتين، نفسي اشتغل في اي حاجة تبع المحاسبة. طب انت عاوزة تشتغلي تبع المحاسبة يا عبير ولا تبع الصيدلة ولا تبع التربية؟ انا اتشتت. نصيحتي ليك ايه؟ خليكي في الكلية اللي انت فيها بدل ما تضيعي سنتين من عمرك وترجعي تاني على كلية تجارة. لا، خليكي بعد التخرج ان شاء الله تحاولي ان يكون عندك القدرة على النظر للموجود. احنا دايما عندنا اهتمام بالمفقود ولا ننظر للموجود. الصيدلة ما جاتش، خلاص قدر الله ما شاء فعل. انا شخصيا كنت حابب ادخل كلية اعلام، كان حلم حياتي، وبقعد ابص على الاعلاميين واعمل وبتاع، وربنا كرمني وخلاص ما حصلش نصيب. نركز، بلان ايه، بلان بي، بلان سي، بلان ايه، اعلام ما جاتش، بلان بي، بلان سي. يبقى دايما عندنا اكتر من حاجه، مش اللي هو خلاص وراح. لا، بلاش الدراما دي. انت دلوقتي خلاص ربنا اكرمك ودخلت كليه تربيه نوعيه قسم اعلام تربوي، نركز فيها يا عبير ونشوف حياتنا هل قادرين نمشي فيها ولا لا. طب بصراحه لا بقى، والدنيا بقى صعبه، خلاص ممكن تعملي كارير شيفت لمجال المحاسبه لو انت حباه، رغم ان مش عارف انت يعني جبت منين ان حابه تشتغلي في مجال المحاسبه. اللي بيحب ده عارف ان هو قرا في المجال ودخله وقراه، فانا مش عارف انت قريتي يعني ولا انت سمعتي ولا انت شفت حد قريبك اشتغل في المحاسبه وناجح فبتحاولي تقلديه. كل الحاجات دي لازم انك تقري في المجال، لان واضح ان انت عندك تشتت كبير. لكن لو انت قريتي في المجال وحباه وخلاص انا ناوي اكمل حياتي فيه، تعملي ايه بقى يا عبير بعد التخرج ان شاء الله ما تضيعيش سنتين من عمرك؟ تحصلي على دبلومه في المحاسبه، تحاولي تقدمي قدر الامكان على اي مكاتب محاسبه، قدمي بقى نفسك ايه في مجال المحاسبه. وكتير جدا هتترفض كده يقول لك انت خريجه تربيه إيه؟ لا، انت ساعتها بقى يكون معاك دبلومه المحاسبه وتبداي اي حاجه وان شاء الله تعملي كارير شيفت المجال. لكن خلي بالك انت هتواجهي بصعوبه شويه لانك هتنافسي خريجين المحاسبه، لكن اوعي تحولي تاني وتضيعي سنتين من عمرك. كملي وحاولي انك تحبي الموجود وتطلعي، وان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. وممكن يا ستي كمان تشتغلي تربيه ويكون عندك كمان قدره على تدريس المحاسبه، ايه رايك؟ حاجه جميله قوي، تاخدي دبلومه المحاسبه وانت خريجه تربيه، تبقي يا ستي في معاهد واكاديميات على فكره بتطلب، عاوزين مدرسين وسناتر، عاوزين مدرسين تدرسي يا ستي محاسبه، في حاجه كده يبقى انت اشتغلت بالاثنين. هي حاجه جت لي وانا قاعد بفكر معاكي. دايما نركز يا جماعة ازاي نقدر ان احنا يكون عندنا طاقة ايجابية وما نتكلمش ولا نفكر بطريقة سلبية. ربنا معاكي.